مين فينا ما بيحبش السلطة اليوناني؟ طبعا احنا بنقول سلطة حلوة قوي، مفيدة، كلنا بنحب الحاجات الخضراء، ودي مهمة جدا لنا، لبشرتنا ولجسمنا ولشعرنا ولضوافرنا وكل حاجة. وطبعا الجبنة، طول ما هي الجبنة حاجة خفيفة طبعا بتساعد كتير قوي لنا برضو في حاجات كتيرة قوي. طيب هنتكلم عن السلطة اليوناني، بنشوف طريقة أكلها ازاي، يا ترى اتيكيت بيقولنا كلها ازاي. أول حاجة خالص هاخد الفوطة بالنابكن بتاعتي واحطها على رجلي زي ما احنا متعودين، مهم جدا. وبعد كده هبتدي اقول يا ترى هاكلها بايه؟ هاكلها بايدي؟ اكيد صعب جدا ان انا همسك كده واكل بايدي. طبعا في بيتنا نعمل اللي احنا عاوزينه، لكن اول ما اكون في مكان بره كده في ريستورنت اكيد مش هعمل كده. طب يا ترى هستعمل شوكه وسكينه؟ هستعمل شوكه وسكينه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي هعمل ايه؟ هسيب سكينتي على جنب وهعمل ايه؟ في ناس كتير قوي بتحب تاخد كده، تاخد كذا واحده كذا واحده مع بعض بالشكل ده، اوكي؟ ادخل في الشوكه كده واكل بالشكل ده. دي مش طريقه، دي الطريقه دي مش صح. الصح ان انا اعمل ايه؟ في بيتنا طبعا ممكن نعمل كده، ومهم جدا ان انا وانا باكلها اخد بالي، لان غصب عننا الخيار بيعمل صوت والفلفل وكل الحاجات دي بتعمل صوت جامد قوي. فدايما بنقول نعمل ايه؟ ان انا بقي مقفول واكل بالراحه، لان كده كده هتعمل صوت. بس ما ينفعش اجي جنب ودن حد وابتدي اكل واعمل صوت واضايق الناس اللي حواليا، لان دايما بنقول اهم حاجه احنا معانا ناس وبنفكر فيهم طول ما احنا قاعدين معاهم، او هم قاعدين في ترابيزه جنبنا، بنعمل اصوات تضايقهم. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. طب يا ترى انا هاكلها ازاي؟ طبعا احنا في توست، وفي ناس كتير قوي اول ما بتاخد السلطه اليوناني بتحب تاكل معاها توست، حلو قوي. بس في ناس تعمل ايه؟ تاخد الجبنه كده وتحطها كده وتقوم عامله ايه زي الساندوتش كده بالشكل ده، وتقوم سايبه ده واكله. طبعا انا بقول احنا في بيتنا بنعمل كده مفيش مشكله خالص، انا بعمل كده في البيت وبحب اكل ماسكه بصباعين ومساعده بالتالت وباكل بالشكل ده. بس انا هقول لكم ده مش صح لو انا قاعده في ريستورنت. ايه اللي انا هعمله؟ انا هسيبها هنا وهاخد واحده ثانيه واحطها معايا هنا في الطبق. وهعمل ايه؟ ممكن اعمل ايه؟ اقطعها كده، اوكي، وبعدين ممكن اسيبها وهاخد الشوكه والسكينه بتوعي، هزق بالشوكه والسكينه بالشكل ده، وطبعا الكميه اللي تيجي معايا اللي هقدر اكلها. هاكل كده هكون اكلت وبقي مقفول بالشكل ده. بعد ما هرجع تاني بس انا هوريكم، ممكن اعمل بالشوكه بس من غير على فكره السكينه، وكده اوكي وكده اوكي كده، وهاكل كده وهاكل وراها التوست بتاعتي، اوكي. او هبدل زي ما قلت، انا هعمل ايه؟ لا دي في اليمين ودي في الشمال، طبعا الشوكه كده والسكينه ماسكاهم الاثنين زي القلم، وهزق كده لو انا عايز اكل بالشكل ده، هزق كده وهاكل بالشكل ده، واخد التوست بتاعي او هاكلهم وبعدين اكل قطعه كده وقطعه كده. دي الطريقه الصح ان انا اكل بيها سالد وبقي مقفول زي ما قلت ومن غير صوت، لانه هو هيعمل صوت، ده خيار وحاجات لازم تعمل صوت. وهاخد بتاعتي بعد كده الفوطه بتاعتي النابكن وهمسح بقي بالشكل ده، وقلنا المناديل دي النابكن دي هنحطها تحت الطبق لغايه ما اخلص الطبق بتاعي. والف هنا.